الذي يقام على شرف السيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق ويندفع أول أشواط الصباح على الهواء مباشرة. يأتيكم هذا الشوط وهذا النقل المباشر لمنافسات مهرجان الأمير الوالد. انطلق هذا الشوط بأعداده وبمشاركاته، فنتمنى التوفيق لكل المشاركين. شهد هذا المهرجان توقيتات زمنية لم يتوقعها أشد المتفائلين، شهدت منافسات حتى خط النهاية، أيضا حضور لملاك الهجن كبير من دول الخليج. فمرحبا بكل المشاركين في هذا التجمع التراثي، في هذا التجمع الأصيل، رياضة آبائنا وأجدادنا هذه الرياضة. وينطلق هذا المهرجان السنوي الكبير بالأوامر الكريمة والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. إذن هذا هو رئيسي اللقايا في الفترة الصباحية. سيارة نقدية رصدت لصاحبة المركز الأول، جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر للعشرة المراكز الأولى، بينما أشواط الرموز الستة وما يليها من أشواط تنطلق في تمام الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، شعار الصعاق يرفرف على مقدمة الشوط على المركز الأول. انصيبة على المركز الأول، انصيبة تفتتح النداء، انصيبة تقود المنطلقات، انصيبة نتمنى أن يكون لها نصيب من اسمها في هذا الشوط الرئيسي المفتوح. تعود ملكية انصيبة لعلي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت غير. تعود ملكية غير لعلي بن مسعود بن علي آل شعفول المري على المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث وتتسلل بدورها وصلت الدوحة لمحمد بن علي بن حمد المري، شعار الامبراطور قادم على المركز الثالث. شعار الذيبة يا ابو حمد وشعار غيره من الاسماء التي صالت وجالت في هذا المهرجان وفي هذه الايام وفي السنوات الماضية، شعار غني عن التعريف يحتل المركز الثالث مع الامبراطور محمد بن علي بن قريع، بينما المركز الرابع من تتقدم راهية صالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي، يقدم راهية على المركز الرابع، بينما الدخول والتسلل من قبل العنود سعد بن محمد بن سعد الجفران المري خطفت المركز الرابع، بينما الدخول على المركز الخامس من الجانب الآخر تسلل واقتحام لدائرة النداء والإذاعة يهو شوط. أعداد أيضا كبيرة تشارك في هذه الأشواط وشعارات قادمة من كافة دول الخليج. عموما المركز الخامس لم نتعرف على رقمها، ما لاح في عيني رقمها حتى هذه اللحظات، نظرا لهذه أيضا العنود مغطية على المركز الخامس. عموما بنحاول ناخذ رقم المركز الخامس لنتعرف عليها. حملة الرقم 40 أفعال لأحمد بن محمد بن روية الخيالي. مرحبا يا الخيالي في ميدانك وبين اخوانك. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الاولى. العودة الى نصيبة، الى نصيبة من اخطر الاسماء المشاركة، صاحبة انجازات، صاحبة سيارات، صاحبة عوايد. هذا الشعار المميز، شعار الصعاق يقدم نصيبة على المركز الاول على الكادر الفوقاني. 5 كيلومترات راحت الثلاثة الأولى، يتبقى كيلوين على النصيبة، على السيارة، على الفوز، على التهاني، على التهاني لسالم بن علي بن متعب الصعاق مالك هذا الشعار، داعم هذا الشعار بو علي. يقدم النصيبة من البكار السبق التي أيضا تضمها عزبة الصعاق. من تحتل المركز الأول لها في هذا الموسم منافسات من بداية الموسم، لكن بن قريع خطير، بن قريع قادم مع الدوحة. محمد بن علي بن قريع
يقدم الدوحة، ولكن العنود تسللت، العنود خطفت المركز الثاني، شعار بن جفران، سعد بن محمد بن سعد الجفران على المركز الثاني، العنود على المركز الثالث، المركز الرابع من القادمة والمتسللة. في هذه اللحظات وصلت النهضة مطر بن محمد بن دحروي العامري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي تدخلت في هذه اللحظات الشهبة صالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري، الشهباء يقدمها بن نصر العامري على المركز الخامس. هذه النتيجة العودة مع نقترب من الكيلومتر الأخير، ما باقي شيء. الصعاق انصيبا 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 ما زالت على مقدمة الشوط، وصلوك المضمرين، وصلت الأسماء، وصلوا أيضا الباحثين عن انتزاع السيارة، الباحثين عن الانتزاع أغلى من السيارة، وهو الناموس في مهرجان الأمير الوالد. هذا الناموس أغلى من الجوائز، وهو أيضا الفوز على الهواء مباشرة في هذا النقل المباشر، في هذا النقل الحي المتابع. الله، يوم للتاريخ، مهرجان للتاريخ، أعداد هائلة تشارك في المهرجان، وبالتالي النقطة فيه، النقطة بمثابة رمز في هذا المهرجان. ما زالت نصيبة تفتتح الكيلومتر الأخير، وما زالت العصا في الإبطان، لم تصدر الأوامر حتى هذه اللحظات، ما زال متحكما بالأعصاب. علي بن سالم الصعاق يقدم نصيبة على المركز الأول، الإمبراطور قادم، وأيضا العنود قادمة على المركز الثاني، وأيضا تصل في هذه اللحظات الرباط، حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم الرباط، أيضا الخيارين قادمين، غانم بن منصور شعاره أراه يتدخل في هذه اللحظات مع الشايبة، ولكن نعود إلى التغيير، إلى التغيير. الإمبراطور بن عويضان، والإمبراطور بن عويضان، والإمبراطور، الرباط والدوحة، الرباط والدوحة، الرباط والدوحة، تصل الشايبة، تصل الشايبة، وتصل أيضا، وتصل أيضا النهضة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. بن عويضان، بن عويضان، هذا الشوط ما يتعوض، هذا الناموس في مهرجان المؤسس ما يتعوض، الشايبة قادمة، ولكن بن عويضان كعوائد هذا الشعار، الرباط، الرباط، الرباط. حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، سلام يا بن عويضان، سلام، تهانينا والناموس لمالك الرباط حمد بن محمد بن سهيل العامري على اختطاف هذا الشوط الرئيسي وسيارة هذا الشوط. تهانينا والناموس والف مبروك لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثاني، المركز الثاني الشايبة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث، وصلت الدوحة محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. المركز الرابع، المركز الرابع النهضة مطر بن محمد بن دحروج العامري. المركز الخامس، المركز الخامس نصيبة علي بن سالم الصعاق. تهانينا والناموس لمالك الرباط، لمالك الرباط، من خطفت هذا الشوط الرئيسي بعد معركة طاحنة على انتزاع هذا الشوط، وتوقيت زمني مميز يسجل في الفترة الصباحية. إذن هذا إشارة إلى الفترة المسائية، توقيتات الليلة ستكون نارية. 7:22، 45 جزء من الثانية، توقيت بالفعل مميز يسجل مع الرباط. تهانينا لحمد بن محمد بن سهيل العامري، وسلام لك يا بن عويضان، سلام. المركز الثاني اللي أتت في الأمتار الأخيرة الشايبة، قطعت المسافة في 7:23، 11 جزءا من الثانية. تهاني لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين، وتهانينا لمنصور، وتهانينا لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث عند بن قريع الدوحة، قطعت المسافة في 7:23، 15 جزء من الثانية، توقيتات زمنية نارية سجلت. التهاني لمحمد بن علي بن قريع، تهانينا للفائزين، وشعار بن عويضان.